بصوا انا هعمل لكم ابلود للتوتوريال ده بعد ما تخلص ان شاء الله، وفي كمان اي سؤال مش هنلحق نحله ان شاء الله برضو هخليه في الفيديو بتاع التوتوريال. يعني انا هحاول على قد ما اقدر، بس علشان دي الوقت هحاول اظبط لكم كده الكاباسيتورز مع الار سي سيركتس، ولو في شوية اسئلة يعني ما لحقناش نخلصها هسيبها لك، ايه تبقى ابلودد تتفرج عليها مثلا بعد كده. طيب خليني كده اول حاجة ريفيجن سريع على اللي انت واخده في المحاضرة. بنقول ايه هو الكاباسيتور؟ الكاباسيتور او بالعربي مكثف، ده ديفايس بيخزن electrical energy عن طريق ان هو عبارة عن ايه، بيتكون من ايه، two conductors oppositely charged، يعني مشحونين عكس بعض، بينهم يا هواء يا داي الكتريك او مادة عازلة زي ما هنشوف سوا دلوقتي. زي ما احنا بنوصف البطارية بالفي او بالفولتج، وبنوصف الريزيستنس بالار، فانا بوصف الكاباسيتنس بحاجة اسمها، او بوصف كل كاباسيتور بحاجة اسمها سي. سي اللي هي الكاباسيتنس او السعة بتاعت الكاباسيتور ده. بنشتغل بالقانون ده، بنقول دايما ان سي هي كيو على في. طب السي وحدتها فراد، لو عايز استنتجها بقول كيو على في يعني مين على مين، كولوم على فولت. بالرغم من القانون ده سي ايكوال كيو على في، الا ان ده مفيش اي اعتماد عليه خالص. يعني لما بنيجي نحسب القيمه بتاعت سي، ولا بنعتمد على كيو ولا بنعتمد على في زي ما انا كاتب لك هنا اهو. امال الكاباسيتنس بيعتمد على ايه؟ ثلاث حاجات بالظبط: جيومتري، بين قوسين اريا، يعني اذا كان شكل الكاباسيتور بارل بليت ولا سفيريكال ولا سيلندريكال زي ما هنشوف دلوقتي. تاني حاجه الديستنس او السيبريشن اللي ما بين الكوندكتورز وبعضها. تالت حاجه الماتيريال ان بتوين او الماده اللي ما بين البليتس بتاعه الكاباسيتور. طيب بما ان الكاباسيتور ديفايس بيتخزن جواه انرجي، فاحنا عندنا قانون هنا بنحسب بيه الانرجي اللي متخزنه جوه الكاباسيتور، نص سي في سكويرد او نص كيو في او نص كيو سكويرد على سي. تقدر تقرا البروف بتاعها سهل ما فيهوش مشكله. ده قانون اسمه ستورد انرجي، وده قانون اسمه الانرجي دنسيتي، يعني الانرجي ديفايدد بس على الفوليوم. خلاص طيب تعال بقى نبتدي نحاول ايه افهمكم الموضوع شويه كمان. بصوا يا جماعه، حضرتك لما بتروح تشتري كاباسيتنس، ده بيتباع في محلات الالكترونيكس، الكاباسيتنس بيتباع. لو فتحت مثلا بورده اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك، هتلاقي دايما الكاباسيتور مكتوب عليه رقم، مكتوب ان سي ايكوال كذا. طيب شايف هنا كده اهو، في رقم فوق مكتوب اهو اللي جنبيه لون اخضر، مكتوب ان سي ايكوال كام يا شباب؟ 0.22 بيكو فاراد. طبعا الفاراد رقم كبير، فهو الكاباسيتنس اللي احنا اشتريناه 0.22 بيكو فاراد. طيب الكاباسيتنس اللي احنا اشتريناه ليه كذا جيومتري؟ ممكن بيكون بارال بليت كاباستور زي اللي انتوا شايفينه، اتنين بليتس اللي هما اللي بالابيض دول بارال مع بعض، او حاجه اسمها سيلندريكال كاباستور او سفيريكال كاباستور، برضو هنبص عليهم مع بعضنا. طيب الكاباستور اللي انت شايفه قصادك ده، بتقدر ان انت تتحكم في الاريا بتاعت البليتس، وبتقدر ان انت تتحكم في السيبريشن اللي ما بين البليتس وبعضها، المسافه اللي ما بين البليتس وبعضها، وكمان بتشوف الماتيريال ان بتوين، هل انا هسيب ما بينهم هواء ولا احط ما بينهم ماده عازله ولا هنعمل ايه بالظبط. اللي انا عايز اوريه لك دلوقتي، بص معايا على الاوبريشن. انا وصلت الكاباستور ببطاريه، البطاريه دي مثلا نص فولت. تعالى كده نشوف لما نوصل الكاباستور بيحصل ايه. شايف لما نوصل الكاباسيتور، التشارجز مشيت في السيركت بتاعتنا، الشحنات او التيار مشي في الدايره بتاعتنا لغايه ما التو بليتس بقوا مشحونين عكس بعض، واحده عليها بوزيتيف تشارجز الثانيه عليها نيجاتيف تشارجز. فاللي احنا بنقوله يعني ايه كاباسيتور يا جماعه؟ ده ديفايس بيخزن الكتريكال انرجي. طب مخزن فين الالكتريكال انرجي؟ لو انا وريتك شكل الالكتريك فيلد اللي ما بين البليتس وبعضها، هتفهم ان ده حاجة بيخزن انرجي اهي. طيب ده ديفايس بيخزن electrical energy عن طريق ان هو اتنين parallel plates oppositely charged، يعني واحد عليه شحنات positive والتاني عليه شحنات negative، بينهم يا هوا يا بنحط ما بينهم material او مادة عازلة. طيب علشان سيادتك تغير في قيمة الـ C اللي مكتوبة فوق اهي،
اللي هي 23 بيكو فاراد عشان سيادتك تغير فيها. تغير في مين؟ تعالى كده نفتكر، انا عندي قانون لسه موريهولك من شويه، لسه موري لك قانون سي ايكوال كيو على في، بس حاول تفهم القانون ده كويس. لو انا وصلت الكاباستور ببطاريه عندها في اكبر، لو انا وصلت الكاباستور ببطاريه عندها في اكبر، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده نجرب، تعالى نزود الفي بتاعت الباتري، بص ايه اللي حصل. ها حد يقدر يقول لي ايه اللي حصل؟ الانرجي اللي ستورد زادت. حلو، ما تبصش على الانرجي، خلينا نبص على الكيو. ايه رأيك حصل ايه للتشارجز اللي على البليتس؟ زادت زادت. الرقم اللي فوق اللي هو 0.22 ولا 23 بيكو فاراد اتغير في حاجة؟ كويس قوي. يبقى لما الفي بتزيد الكيو زادت معاها بنفس الدرجة بالظبط، عشان يحافظوا على السي ماله كونستنت. علشان كده بنسمي الايكويجن ده مثلا ده الاوبريشن بتاع الكاباسيتور. يعني ايه لازمة الايكويجن ده؟ بيربط لك العلاقة ما بين الكيو والفي. معناه او الفيزيكال مينينج بتاعه ان الكاباسيتور كل ما وصل على باتري اقوى، خلاص كل ما وصل على في اكبر، كل ما قدر يسرق شحنات اكتر، انما السي ثابته ما بتتغيرش. طيب السي اللي ثابته وما بتتغيرش دي، ما هو امتى نقدر نغيرها واحنا بنصنع الكاباستور؟ الكاباستنس بتديبندز اون مين؟ بتديبندز على التصنيع اللي انت عامله. يعني انت اخترت كاباستور نوعه عامل ايه؟ الجيومتري بتاعته ايه؟ بارل بليت ولا سفيريكال ولا سيلندريكال؟ عنده اريا عامله ازاي؟ المسافه اللي بين الكوندكتورز ايه؟ الماتيريال ان بتوين، هواء ولا خشب ولا ماده ايه بالظبط؟ تعالى كده نبص هنا، بص ايه اللي هيحصل لو انا لعبت في السيباريشن. حد شايف ايه اللي بيتغير؟ السي اهي. لما بنلعب في السيباريشن او بنلعب في الاريا، فاحنا كده بنغير تماما في قيمه السي اللي هو الكاباستنس نفسه. طيب اشكال الكاباستور عندنا، طبعا الستورد انرجي، في ناس بتبقى فاهمه ان الانرجي متخزنه في البليتس. لا طبعا يا جماعه، زي ما انا وريتك من شويه، لو ده شكل البليتس اهو، خلاص بمجرد ما بنوصلهم بباتري، هنا بيتحط بوزيتيف تشارجز وهنا بيتحط نيجاتيف تشارجز، بيتخلق ما بينهم الكتريك فيلد، هي دي المنطقه اللي متخزن فيها انرجي. بدليل لو سيادتك حطيت هنا الكترون هيحصل له ايه؟ هيتحرك. معنى ان الالكترون اتحرك، خلاص معنى ان هو بيكتسب انرجي، معنى كده ان هو اتحط في منطقه فيها انرجي، هي دي المنطقه اللي فيها انرجي يا جماعه. بكام الانرجي ستورد ديت؟ بالقوانين اللي انا كاتبها فوق لسيادتك، half cv squared او half qv او half q squared على c. طيب انواع الكاباسيتور، parallel plate capacitor، spherical cylindrical. parallel plate احنا لسه شايفينه مع بعضنا، خلاص. طيب يا ترى الالكتريك فيلد في المنطقه اللي ما بين البليتس وبعضها، هنا الالكتريك فيلد في المنطقه دي بكام؟ بسيجما على ابسلون نود، اتثبتت معاك في المحاضره. طيب يا ترى قيمه الكاباسيتنس بكام؟ ابسلون اريا على دي. قيمة الكاباستنس ابسلون اريا على دي. الابسلون ده رقم بيديهولك في المسألة خاص بالماتيريال. مثلا يعني ابسلون بتاعت الهواء، حد فيكم عارف هي بكام ولا لا؟ ابسلون بتاعت الهواء بنسميها ابسلون نود ب 8.85 بالظبط. فلما بيقول لك ما بين البليتس وبعضها في هواء، بتحط الرقم ده. في خشب بيدي لك هو ابسلون بتاعت الخشب عامله ازاي. اوكي، في الاريا على الدي، هما دول الثلاث حاجات. ادي الجيومتري اهي، وادي السيبريشن، وادي الابسلون اللي هو الماتيريال ان بتوين. هما دول الثلاث حاجات اللي بيغيروا في قيمه الكاباسيتنس. طيب عندك السلندريكال والسفيريكال ملغيين عليك. حد فيكم شاف المنظر ده قبل كده؟ اوكي. طبعا لو انت رحت محل الكترونكس عايز تشتري كاباستور مثلا، او فتحت بوردة الكمبيوتر زي ما قلت لك، هتشوف ده اسمه سيلندريكال كاباسيتور، بنفس المبدا اللي احنا شرحناه من شويه. هو عباره عن تو كوندكتورز اهو، ده الاوتر كوندكتور اهو، وده الانر كوندكتور، بينهم هواء او داي الكتريك. بس تفتكر ينفع نسيب ما بينهم هواء؟ صح، ولا احنا محتاجين نزنق ما بينهم بحاجه فبنحط هنا داي الكتريك، وبيحسن لنا شويه بروبرتيز هقولها لك كمان شويه. الرسمه الثانيه ده سفيريكال كاباسيتور.
طبعا السفيريكال كاباستور احنا شايفين نصه بس، شايفين قطاع منه، عباره عن ادي الاوتر كوندكتور او الاوتر بليت، وادي الانر بليت، وطبعا بينهم هنا بيكون فيه يا هواء يا طبعا داي الكتريك. نفس المبدا بالظبط بنوصله بالباتري، فكل بليت بيبقى عليه تشارجز عكس بعض، ده مثلا بوزيتيف، ده مثلا نيجاتيف، تو تشارج تو كوندكتورز اوبوزيتلي تشارجد. طيب لما بتوصل كاباسيتورز ان سيريس وان بارل، هقدر اسيبها لك دي تقراها وخدتها في الليكتشر كمان، بنقول السيريس كونكشن الكيو او الكارنت اللي بيعدي، خلاص اللي عدى ب1 هو نفس اللي عدى ب2، فبنقول Q1 وQ2 هما الاثنين are the same، زي بعض بالظبط. مين اللي divided ال V؟ فعشان تجيب V total من هنا كده لهنا، عايز تجيب ال V total اللي على التو كاباسيتورز، بتجمع V على كل كاباسيتور مع بعضهم. عايز تجيب ال equation بتاع ال equivalent capacitance اهو. حد بيشبع القانون ده؟ ايه علاقته بال equivalent resistance؟ عكسه. يعني لما يبقى الكاباسيتورز سيريس باخد قانون البارالل ريزيستورز. طيب حالة خاصة منه أحيانا بنقول برودكت على السمشن أو الضرب على الجمع. لو كان بارالل كاباسيتورز هنا الكيو، حط نفسك مكان الكيو دايما، هنا الكيو لقى طريقين فهيتقسم Q1 وQ2، فبنقول هنا إن Q1 وQ2 مش قد بعض. عشان أجيب Q total قبل ما يتقسم بجمعهم مع بعض، بقول Q total هي Q1 plus Q2. انما هنا ال V is same، فرق الجهد اللي على الكاباسيتورز ثابت، V1 نفسه V2 بالظبط. طب لو عايز اجيب ال C equivalent بجمع السيهات مع بعض. طبعا ده لو كان برضو سيادتك فاكر ده قانون ال resistors in series او المقاومات اللي على التوالي. نأجل شوية ال permittivity، دول جملتين هنحتاجهم في حل المسائل. طول ما الباتري واصله الفي كونستنت، طول ما الباتري ريموفد الكيو كونستنت، هشرحها لك برضو واحنا بنحل. انا بحاول على قد ما اقدر يعني في 10 دقائق كده، حاولت اشرح لك الخص لك، وكده كده واحنا بنحل برضو اي حد عطلان في حاجه هتكلك عليها. طيب بصوا معايا هنا يا جماعه، اول سؤال بيقول لك لو الفي اكروس كاباسيتور دبلد، لو الفي اتضربت في اتنين يحصل ايه للكاباسيتنس، يحصل ايه للسي كونستنت بالظبط، ما بتعتمدش ولا على كيو ولا على الفي. السؤال اللي بعده، طب لو اللي تشارج لو الكيو برضه دبل، دي يحصل ايه للسي ولا اي تغيير؟ احنا قلنا الايكويجن ده مش معناه ان هم بيغيروا في السي، معناه ان كل ما الكاباسيتنس اتحط عليه فرق جهد اكبر او وصل ببطاريه عندها في اكبر، كل ما تراكم على البليتس بتاعته شحنات اكبر، انما السي ثابته، بتعتمد على التصنيع، بتعتمد على 3 حاجات، جيومتري والسيبريشن والماتيريال ان بتوين. اللي بعده، حد الفكره دي مش واصله له بتاعت كيو على في؟ حد عنده سؤال في حته كيو على في؟ كويس. اللي بعده عندنا بارل بليت كاباسيتور، تعالى كده نفضي شويه السبيسز دي عشان بس نعرف نحل. عندنا بارل بليت كاباسيتور كونكتد لكونستنت فولتج باتري، الكلمه دي هتفرق معانا في الحل جدا. If the separation is doubled while the capacitor remains connected to the battery، يحصل ايه للانرجي ستورد ان ذا كاباسيتور؟ بصوا يا شباب، خلينا معلش نروح للصوره دي كمان مره. خلاص؟ ممكن تقول لي طول ما انا بغير هنا اهو مثلا، او يعني خليني اجيبها لك بطريقه تانية. بص انا هوصل باتري الفولت بتاعها 1.5، تعال نقرا هنا بالفولتميتر زي ما انتم متعودين تعملوا البوتنشال ديفرنس او فرق الجهد ما بين البليتس، الرقم اللي مقري هنا 1.5. طيب بص كده وركز معايا، لو انا غيرت اي حاجه في المساله، غيرت الاريا وغيرت السيبريشن، الفي بكام؟ نقربه بس شوية. ايه رأيكم الفولتميتر قاري كام؟ ليه؟ طول ما انت كونكتد تو ذا باتري خلاص انت ملتزم بالجهد بتاع الباتري، لان الكاباستور اللي فوق ده شايف واصل فين؟ بص ركز اهو، واصل هنا بالبوزيتيف تيرمينال بتاع الباتري، واللور بليت او البليت التحتاني ده واصل عن طريق السيركت او الدايرة بتاعتنا واصل هنا. فهمتوا يا جماعة؟ فالمقصود ان لو انت كونكتد تو ذا باتري، مهما اي حاجه اتغيرت في المساله عندك
دايما مين اللي انت واثق منه هيفضل ثابت؟ ال V. طيب فهنا انا هفضل connected to the battery، يعني ال V ثابت معانا في المسألة. طب انا بسألك عن مين؟ بسألك يحصل ايه لل energy لو ال separation doubled. تعال نستلف قانون ال energy. عندنا ثلاث قوانين، نص كيو في، نص سي في سكويرد، نص كيو سكويرد على سي. اللي بيسأل في حد بيسجل ولا لا؟ انا بسجل، ما تقلقش، انا بسجل وبعمل لك ابلود بعدها. بما ان الفي هي اكتر حاجة احنا واثقين فيها وعارفين ان هي كونستنت، انا هشتغل بالقانون ده. هقول الانرجي نص سي في سكويرد. شباب قانون الكاباستنس بتاع البارلل بليت بكام؟ فكروني، بابسلون اريا على دي. السؤال لما السيبريشن يبقى دبلد زي ما قال لك، لو الدي دبلد يحصل ايه؟ طبعا الدي لو دبلد، لو اتضرب في اتنين، يبقى الانرجي يحصل لها ايه يا جماعه؟ تنزل النص على طول. دي الطريقه ان انت ازاي بتستنتج قوانين او ازاي بتحل المسائل اللي فيها لعب بالايكويشنز. طيب ناخد سؤال تاني. الجراف ده يصلح يكون جراف ايه؟ واضح ده جراف بيعبر عن حاجة ثابتة، يبقى طبعا ده جراف بيعبر عن سي مع مين مثلا؟ ايه الحاجة اللي مهما اتغيرت السي هيفضل ثابت؟ ممكن يكون كيو. الفي او كيو. لعيب شاطر، او الفي. فهقول سي مع في. لو كان في سي مع كيو كنت اخترتها برضو. طيب ناخد سؤال كمان. question 7 ده لعب بالكاباستنس بارل وسيريس مع بعض، فتعال نبسط الرسمه مع بعضنا. دول سيريس 8 و8 سيريس، هاخد لهم قانون ايه؟ ده هقول 1 على سي ايكويفالنت ايكوال 1 اوفر 8 بلس 1 اوفر 8. يبقى انا عرفت ان الفرع اللي بالاصفر ده اقدر استبدله بكام يا شباب؟ ب4. طب على طول بقى خد بالك، دايما يعني اللي فيكم خد الكلام ده قبل كده في ثانويه عامه او في هاي سكول، يعني سهل قوي بالنسبه له، بس في ناس ما تعرفش الكلام ده خالص، فعشان كده انا بشرحها على مهلي شويه. لما بنجمع سيريز كونكشن ما بين حاجتين زي بعض 8 و8، الريزلتنت بتاعهم طلع كام؟ 4. خلاص لو كانوا 3 كاباسيتورز 8 و8 و8، فيبقى الريزلتنت هيبقى كام؟ 8 على 3. يبقى باينه من هنا اهي ان السي ايكويفالنت هيبقى 8 على كام؟ 1 على 8، 1 على 8 يطلع لك 2، 8 على 2. لو كانوا 3 كاباسيتورز كان هيبقى 8 على 3، لو كان 4 كاباسيتورز جنب بعض كان هيبقى 8 على 4. فدي كده ايه، تبسط عليك الحل شويه. طيب ده البرانش اللي بالاصفر، ارسم بقيه السيركت. ادي هنا لسه في 4 اهو، ولسه هنا في برضو 4 كمان. خلاص ادي بقيه السيركت مرسومه اهي. بصوا يا شباب تعال نسمي النقطة دي كده، خلاص نسميها النقطة ايه؟ هي بالظبط. خد بالك كل ده هو النقطة، كل ده هو النقطة ايه. وتعال نسمي النقطة دي كده بي. خلاص كل دي هي النقطة بي. اسأل نفسك سؤال، ده bounded by مين؟ ده على يمينه وشماله مين ومين؟ A و B. طب ده كمان برضو بيحده شمالا وجنوبا مين ومين؟ A و B. طب والكاباستور اللي هنا برضو محشور ما بين مين ومين؟ A و B. هو ده معنى ان التلاتة كاباستورز ان بارال، 4 و4 و4 بارال بنجمعهم مع بعض بيدوني 12. طيب الناس اللي ما يعرفوش بارال وسيريس، حد لسه عطلان في حاجة؟ كويس أوي، ناخد سؤال كمان. ماشي يا عم بشحن اهو التابلت، حاضر. كل مره بيفصل منكم عيل اوفر، هو فصل مره واحده. سؤال رقم 8 و9. 9 سريعا، خلاص مش عليك افكار كتير زي 9، بس عموما لما تلاقي المساله فيها سيمتري او فيها تماثل بنعمل ايه؟ بنقول والله الكرنت اللي جاي من ايه مثلا ده، خلاص، والكرنت لو جاي من بي مش هيفيفر برانش عن التاني، يعني مش هيفضل يمشي في البرانش اللي فوق واللي تحت لا مثلا، خلاص. فبنقول ان دايما هتلاقي ان ما دام المساله فيها سيمتري هتلاقي ان الكرنت اللي ماشي هنا زي اللي هنا بالظبط، واللي ماشي هنا زي اللي هنا بالظبط. يبقى نصيب البرانش اللي هنا ده بكام؟
ده ماشي جواه كيو كام؟ زيرو. يبقى زيرو. ده اكنه بنعمله اكنه مش كاباسيتور اصلا، بنعمله اكنه شورت سيركت. فمع يعني مش عليك رغي فيها كتير. لما بتشوف رسمه زي كده فيها سيمتري، فيها تماثل، بتستبدل ده وتحط بداله كام؟ شورت سيركت. طبعا ده لو اتحط شورت سيركت اصبح ايه بقى؟ اصبح بص هيبقى فيه هنا 6 وهنا 10، خلاص، وبقى فيه هنا 6 وهنا 10. هناخد ال 6 وال 10 دول مع بعضهم طبعا بارلل، خلاص، وبعد كده هناخد ال 6 وال 10 دول مع بعضهم بارلل، فهيبقى عندنا 16 وبعد كده 16، دول مع بعضهم سيريس يدوني كام؟ يدوني 8. طيب لو انت حليت، يعني في ناس بتتلخبط وما بتحطش بدل ده شورت سيركت، ممكن يحط اوبن سيركت، مش هتختلف معاك في حاجه. يعني لو بدل ما حطيت انت هنا شورت سيركت حطيت اوبن سيركت، ايه اللي اختلف؟ ان دول الستة والستة بقوا سيريس مع بعض يدوك 3، والعشرة والعشرة بقوا سيريس مع بعض يدوك 5، بعد كده الخمسة والتلاتة بارلل هيدوك نفس التمانية برضو. فالطريقتين ما فرقوش، بس الصح طبعا ايه؟ الشورت سيركت. طيب ندخل على problem 8. capacitor C1 connected to battery charged until the magnitude of the charge is 4. C1 ده يا جماعة وصلناه بباتري، بص اهو C1 وصلناه ببطارية لغاية ما اتشحن. اتشحن بكيو كام يا ترى؟ اتشحن بكيو بقت 4 في 10 باور نيجاتيف 8. بعد كده it then removed، اتشال وكونكتد تو تو اذر كاباسيتورز زي ما انت شايف في الرسمه. خدناه وصلناه باتنين كاباسيتورز ورا بعض سيريس ورا بعض اهم زي ما انت شايف. ركز بقى ايه اللي حصل. اللي تشارج اون ذا كاباسيتور C1 بعد ما كانت 4 بقت 1. التشارج اللي هنا بعد ما كانت 4 لا بقت 1، قلت اتسحب منها شويه وبقت 1. يبقى يا ترى C2 وC3 عليهم كيو كام؟ بصوا يا جماعه، صاحبنا C1 اللي بالازرق لما اتشحن من الباتري خلاص تراكم عليه شحنات 4، هيفضل محتفظ بالفور دي طول عمره؟ لا طبعا، خلاص وصل بC2 وC3، فبقى هو عمال يمدهم بشحنات، عمال هو زي ما يكون دلوقتي بقى باتري. انا مش عايز حد ينسى الكاباسيتور ديفايس بيتخزن فيها الكتريكال انرجي، فاحيانا بنعملها اكنها ايه؟ لو كاباستور مشحون بنعمله اكنه ايه يا جماعه؟ اكنه باتري بالظبط. فهو اللي بيمد C2 وC3 بالطاقه دلوقتي. طيب الكيو بتاعته اللي كانت متراكمه عليه هنا بعد ما كانت 4 قلت وبقت 1، يبقى يا ترى هو اتسحب منه كام يا جماعه؟ اتسحب منه 3. فبنقول الكيو اللي اتسحبت منه عشان تيجي هنا 3. في حد لغايه هنا زعلان؟ ليه يا باشمهندس ما تسحبش منه نص الشحنات بس؟ يعني هو المفروض هيفضل يقل لغاية ما يوصل لإيكوليبريم، أو يعني البوتنشال ديفرنس هيبقى بصفر. هو الإيكوليبريم بتاع 1 ليه صفر؟ لا البوتنشال ديفرنس في السيركت كلها صفر أقصد، يعني مين اللي قال كده؟ عشان الاتنين يبقى ما فيش واحد بيدي للتاني تشارج. انت تقصد ايه بصفر؟ تقصد لو خدنا كي في ال هيدوني صفر؟ لو ده اللي تقصده صح، ده اللي انت تقصده، مفيش مشكلة. انما لو كنت تقصد عايزين نجيب الفي ما بين النقطتين دول مثلا بصفر، لا طبعا الفي ما بين النقطتين دول يا بيتجاب من الليفت هاند سايد هيطلع لك قيمة، خلاص، يا بيتجاب من الرايت هاند سايد هيطلع لك قيمة. انما لو انت تقصد كلوزد لوب حلقة مغلقة، طبعا هيبقى دلتا في بصفر. طيب بص ليه يتسحب النص؟ لا مفيش حاجة اسمها كده. هي الباتري متراكم عليها تشارجز 4، خلاص. بص معايا هنا كده على الرسمة دي يا سيدي، بس نلغي ده كده. بص لو انا فصلت الكاباستور من الباتري ايه رأيك؟ مهما طبعا الباتري غيرنا بقى في الفي بتاعتها خلاص، ما هو الكاباستور انا بحب اقول عليه حرامي شحنات. الكاباستور سرق شحنات معينة، سرق التشارجز اللي انتوا شايفينها بالاحمر والازرق واحتفظ بيها لنفسه، خلاص. طب تفتكر بقى الكاباستور ده لو وصلناه باي حاجه تانية دلوقتي هو يعتبر ايه بالنسبه لها؟ صح، يعتبر هو باتري، هو مصدر طاقه، مصدر انرجي.
على قد الحاجة اللي هنوصلها بالكاباستور، على قد شطارتها، على قد ما هتسحب منه كيو. فاهمني؟ يعني انت لو وصلت الكاباستور بلمبة تفتكر هيحصل ايه؟ هيفرغ كله. ايوه بالظبط، اللمبة هتنور وهيفضل واحدة واحدة عمال يفرغ فيها التشارجز بتاعته، فاللمبة اضاءتها هتقعد تقل واحدة واحدة لغاية ما هنوصل لمرحلة ان الكيو اللي الكاباستور فرحان بيها على البليتس هتبقى بكام؟ بزيرو. صح ولا ايه؟ طيب تفتكر لو انا وصلته دلوقتي بالباتري اللي هي اصلا مشحونة على اخرها والفي بتاعتها 1.5، تفتكر هيعمل ايه؟ ما عملش حاجة. صح؟ ليه؟ وصل بباتري شبعانة، يعني وصل بباتري هي اوريدي خلاص ايه عليه بوتنشال ديفرنس 1.5، وهو الكاباسيتور زي ما وريتك انا من شوية هو كمان عليه بوتنشال ديفرنس 1.5. خلاص، ده اللي انت كنت بتسألني فيه من شوية، البرانش تمام. الفرع بتاع الكاباسيتور فرق الجهد عليه 1.5، والبطارية فرق الجهد عليها 1.5. فطبعا بمجرد ما بتوصلهم مع بعض شايف حصل ايه؟ كل حاجة زي ما هي بالظبط، لأن هما الاتنين ايكوي بوتنشال. فاهمني؟ طيب فنيجي هنا كده، بقول الكاباستور ده بقى موصلش بكاباستورز شبعانة، لا ده وصل بكاباستورز فاضيين اللي هما دول. فطبعا عمل ايه؟ قعد يديهم شوية كيو، قعد يديهم شوية كيو لغاية ما وصلنا لحالة نهائية ان بعد ما كان هو متراكم عليه 4 كولومز، لا خسوا شوية وبقوا كام؟ بقوا 1. يبقى اتسحب منهم كام سيادتك؟ 3. بس خلاص، ده اللي احنا محتاجينه، ان الكاباستور سي 1 اتسحب منه خلاص، راح لسي 2 وراح لسي 3، كيو قد ايه، تشارج قد ايه؟ 3. طبعا دول سيريس ورا بعض، فبنقول ان الكيو في اي واحد فيهم هي الثلاثة برضو. هو ده تعريف السيريس كونكشن، ان كيو بتبقى ثابته. طيب حد مش واصله له الحدوته دي يا جماعه؟ طب باشمهندس، هو مش الثلاثة كاباسيتور سيريس؟ لا 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 لا، محدش قال كده خالص. ما هو الثلاثة هم متوصلين سيريس. بص، في فرق ما بين energy supplier و energy consumer. خلاص، يعني انت دلوقتي اقولها لك ازاي؟ لو قلت لك في باتري بالشكل ده خلاص، واصلة بريزيستور عامل زي كده، فرق الجهد هنا 3، فرق الجهد هنا كام تقدر تقول لي؟ 3 3. الله ينور عليك. مش معنى ان دلتا في هنا نفسها دلتا في هنا، مش معناها ان التو برانشز دول بارال. خلاص، انت عرفت انا زنقتك في ايه كده. خلاص صح، بارال، فهمت. بس الكارنت اللي ماشي في السيركت 1، فده معناه ان هما سيريز. لا خلاص، بنفصل، بنقول ده سبلاير برانش، ده باتري، ده باتري، ودول او الريزيستور ده اسمه ايه؟ كونسيومر، ده بيستهلك للطاقة. فما بنقولش ان هم واصلين سيريز، بنقول ان هم واصلين ايه؟ بارلل. عارف لو كان في هنا ريزيستور، اه طبعا ساعتها هقول ايه؟ ان الريزيستور دي، شايف؟ مش الكارنت اللي عدى بيها هو نفس الكارنت اللي عدى هنا، فهقول ان الريزيستورز مع بعضهم ايه؟ سيريس سيريز، بس مع بعضهم مع الباتري ايه؟ برد. شاطر. عشان كده واضح قوي ان كيو 1 اللي عند اول كاباسيتور اللي في البرانش اللي هنا ده كده، كيو 1 اللي هنا غير خالص كيو اللي في البرانش اللي هنا. كويس، ده سؤال يعني اتعمل بروف ليه في المحاضرة. خلاص، ان بكل بساطة مش هشرحه لك بس هفكرك بيه، بس ان البليتس منطقي ان ده بوزيتيفلي تشارجد وده نيجاتيفلي تشارجد، فهيحصل ما بينهم ايه؟ هيحصل ما بينهم اتراكشن. احنا كنا بنعمل لهم بنثبتهم، انما لو انا ما ثبتهمش، لو سبت واحد فيهم موفابل يعني بيتحرك، طبعا هيحصل ما بينهم اتراكشن فورس. فهو بيسألك في السؤال ده بكامل اتراكشن فورس اللي ما بين البليتس وبعضها. خلاص، فهتقول هنا الاتراكشن فورس علشان اجيب الفورس ما بين اي تو بليتس متخزن ما بينهم انرجي او ما بينهم الكتريك فيلد، في قانون مهم
من الترم اللي فات وانا بقول عليه مهم، قانون البوتنشال جريدينت. فهنقول الفورس اوف اتراكشن ما بين البليتس هي نيجاتيف بارشال يو باي بارشال اكس او دي يو باي دي اكس. هنلغي طبعا النيجاتيف، انا مش مهتم بيها، انا مهتم بقيمه الفورس اوف اتراكشن اللي بينهم. فهقول ان الفورس هي ديريفاتيف يو، بدل يو هحط القانون ده هقول نص كيو سكويرد على سي. ليه يعني حطيت القانون ده؟ باينه، بص على الجيفنز. الجيفنز ان ده بارالل بليت كاباستور اوف اريا اي، ده بالنسبه لي سبب كافي ان انا اقول انا معايا السي خلاص يعني، او 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 السؤال بيوجهني للسي، جاب سيره بارالل بليت واريا فبيوجهك للسي على طول، وبيقول لك ان الكاباستور عليه تشارجز كيو، فالسؤال بيوجهك برضو ايه، خد بالك اهو اشتغل بمعلوميه مين ومين، الكيو مع السي. فعشان كده حطيت الانرجي نص كيو سكويرد على سي. انا قلت مش هشرحه بس ايه، يلا مش مشكله. نص كيو سكويرد ديفايدد باي سي، فراح قايل بدل سي بنحط ايه يا شباب، ابسلون اللي هي الهواء المفروض، ما دام ما جابش سيره حاجه تانية يبقى هي هواء. ابسلون اريا على كام، حد يفكرني قانون البارل بيت كاباستور، ابسلون اريا على كام؟ على دي لا غلط، على اكس. شاطر، على اكس. ليه؟ على دي لما كان التو كاباسترز سيادتك متثبتين وانت واثق ان بينهم مسافه دي، انما انا دلوقتي بسالك لو بقوا بيتحركوا فمش هيبقى بينهم مسافه دي ولا حاجه، ده هيحصل ما بينهم اتراكشن، فيبقى بينهم مسافه فاريبل، فنسمي المسافه اللي بينهم ايه يا شباب؟ اكس. خلاص، ايه رايك في الحته اللي بشيلن دي؟ اعمل ديريفاتيف، طلع الكونستنتس بره كلهم، طبعا ديريفاتيف الاكس ب1 فيبقى هي دي الفورس. خلصت المساله. يبقى لما بيجي يسالك انا عايز الفورس اوف اتراكشن ما بين التو بليتس، بتجيبها عن طريق انك تعمل ديريفاتيف للانرجي اللي متخزنه ما بينهم. عملنا دي يو باي دي اكس، عوضت بدل اليو حطيت نص كيو سكويرد على سي، بس وانا بعوض بالسي اوعى تنسى ابسلون اريا على اكس مش ابسلون اريا على دي. طيب بجري شويه ولا تمام؟ هو انا ما فهمتش ليه هنا حطينا اكس، يعني الاكس اللي اتحطناها دي ليه؟ السؤال بيسألك عن ايه؟ قول لي هو انا عايز الفورس. الفورس اوف ايه ال 1 بليت بيأتراكت بيها التاني، صح؟ تمام. يعني التو بليتس دلوقتي ما بقوش على مسافة ثابتة من بعض، بقى واحد بيشد التاني ناحيته، يعني مسافة متغيرة، صح ولا ايه؟ بس فكر فيها، لو انت حطيت بدل الاكس دي هتفاضل مين سيادتك؟ هتعمل ديريفاتيف لمين؟ مفيش اصلا، ما هو ديريفاتيف اي حاجة كونستنت بكام؟ كونستنت الدريفت بتاعه بزيرو. بالظبط، فعشان كده ما ينفعش اقول ان دي كونستنت، فعوضت بدلها وحطيت اكس، منطقي صح؟ تمام. اوكي. طيب هنا دي بروبلم حلوه قوي. زي ما قلت لكم انا مش هحل بقيه المسائل كلها خالص، انا هحل معاك كذا مساله واسيب لك برضو كذا مساله في الفيديو اللي هعمله ابلود تقدر تتفرج عليه علشان نلحق ندخل في الار سي سيركتس. طيب انتوا وصلتوا لحاجه بعد الار سي سيركتس يا جماعه ولا لسه؟ النهارده خدنا اول شابتر في الماجنتيزم. اوكي كويس يعني. طيب بصوا معايا، عندي هنا بارال بليت كاباسيتور وذ سكوير بليتس، يعني على شكل سكوير البليتس بتاعته وبعضها، يعني البليتس عندها اريا كام؟ ها هو اللي قايل لك اهو 14 في 14، طبعا من سنتيمتر سكويرد بضرب في 10 باور نيجاتيف 2 عشان اخليها متر سكويرد، سوري بضرب في 10 باور نيجاتيف 4. سيبريتد باي 2 مليمتر، يعني المسافة اللي بينهم دي ب 2 مللي. كونكتد ل 12 فولت باتري. طيب بصوا يا شباب واحدة واحدة، أنا معايا دلوقتي الأريا والدي، طبعا نقدر نحسب الكاباستنس، هقول ابسلون نود اريا على دي، ومعايا كل الحاجات دي على فكره، فاحسب الكاباستنس هتطلع 86.7 بيكو فاراد. بيقول لك ان الكاباستور ده واصل ب 12 فولت باتري،
يبقى انا معايا كمان الفي 12 فولت. هات اخوك الصغير قول له معايا سي ومعايا في، يقدر يحسب مين على طول يا جماعه؟ كيو كيو. كيو ايكوال سي في، تطلع 1.04 في 10 باور نيجاتيف 9 اللي بنكتبها نانو. خلاص طيب بالتبعيه بقى، ما انت معاك كيو ومعاك سي ومعاك في، تعرف كمان تحسب مين الانرجي؟ تقول لي نص سي في سكويرد مثلا، يعني هتطلع 6.24 نانو جول. ودول كانوا اول طلبين، كان عايز التشارج اللي هي الكيو، وكان عايز الانرجي. خلصناهم خلاص. بص بقى الطلب الثالث الجميل ده، كان بيقول لك بس احنا ما قريناهاش. The battery is then disconnected. الجملة دي مهمة جدا. ال plate separation زاد بقى 3.5. ال plate separation زاد وبقى 3.5. احسب لي يا ترى الانرجي بقت بكام دلوقتي؟ بصوا يا جماعة ركز معايا. أول ما يقول لك ال plate separation زاد، مين طبعا اتغير؟ السي. احسب سي جديدة، ابسلون نود اريا على الدي الجديدة. السيبريشن بقى 3.5 مللي، ما بقاش 2 مللي. فهتحسب سي جديد، هيطلع معاك ب 49.54 بيكو فراد. مين زعلان يا جماعة؟ طيب في حاجة كونستنت، ايه رأيكم؟ في حاجة السيبريشن ما غيرهاش، كيو ولا في؟ في كيو. كيو كيو ما اتغيرتش، هنغشها ناخدها من هنا اهو. كيو ثابته. ليه بقى كيو ثابته؟ اصلا انا عندي جملتين اهم يعني من حياتك في المساله دي او في التشابتر ده. طول ما انت واصل بالباتري، طول ما بيقول لك باتري از كونكتد، شرحتها من شويه، مين اللي انت واثق منه انه ثابت كده كده؟ في، لانك ملتزم بالفي بتاعت الباتري وعملناها واثبتناها من شويه. لو قال لك the battery is removed او disconnected، البطاريه اتشالت، مش انا بقول الكاباستور حرامي شحنات؟ هو لما كان واصل بالباتري سرق شويه تشارجز وبعد كده اتفصل عنها خلاص، بس هيفضل محتفظ بمين؟ بالتشارجز اللي سرقها. فبنقول ان لو الباتري اتشالت انا هفضل محتفظ بالكيو اللي سرقتها. صعبة؟ طب انت معاك دلوقتي السي الجديدة والكيو الجديد، احسب الفي الجديد واحسب الانرجي الجديدة وخلصت خلاص، سهل. في حد زعلان؟ في حاجة عايز اقولها لك، بس في فرق يعني ما بين ثلاث انواع اسئلة، what fraction خلاص و by how much وطبعا وفايند. يعني الانرجي الجديده هقول لك طلعت 10.92 نانو جول. يلا حد يقول لي باي وات فراكشن؟ لو قال لك باي وات فراكشن ذا انرجي انكريزد، يعني عايز يقول لك الانرجي زادت بنسبه قد ايه؟ بنعمل ايه يا جماعه؟ يو فاينل يو فاينل ديفايدد يو انيشال. شاطر، هو ده معنى كلمه فراكشن او نسبه. طب سؤال باي هاو ماتش؟ ماينس. ايوه يوصل يقول لك المقدار، هي كانت 6 زادت قد ايه يعني؟ زادت 4، فبتقول يو فاينل ماينس يو انيشال. طب لو قال لك فايند ذا انرجي وخلاص، هو عايز اليو بس، يعني فايند ذا انرجي عايز اليو لوحدها. فركز في الصيغه بتاعت الاسئله يعني. طيب اسالك بقى سؤال، هل الالكتريك فيلد اللي كونستنت اللي في المنطقه دي كونستنت ولا بيتغير؟ كونستانت في حالة ان تكون البطارية كونستانت، الفي كونستانت. لا بص بقى، كونستانت انت فكرت صح بس وصلت للنتيجة غلط. انت كونستانت عشان ريز بارلل تاخد السيرفيس تشارج دنسيتي ثابتة. الله ينور عليك، هو الالكتريك فيلد انا لسه قايل قانونه سيجما على ابسلون نوت، صح؟ طيب السيجما اللي هي توزيع الشحنات اللي على البليتس، ما احنا عارفينها من زمان قوي، السيجما اللي هي مين على مين؟ كيو على اريا. طيب اسأل نفسك، هل في المسألة احنا بدلنا الهواء حطينا بداله مادة تانية؟ لا. هل احنا غيرنا الاريا؟ لا. هل غيرنا كيو؟ لا، ده انا قلت الكيو ثابتة لو فاكرين. ها، فما دام مفيش اي حاجة من دول اتغيرت يبقى الالكتريك فيلد ماله؟ ثابت. طيب في واحد
قال في الاول خالص مين اللي قال الفي اللي ربطها بالباتري؟ فكرني بيك، اسمك ايه؟ انا احمد عيد. احمد عيد. احمد عيد فكر في ايه يا جماعه؟ قال انا عارف من التشابتر بتاع البوتنشال، عارف كويس قوي ان الفي هي انتجريشن اي دوت دي ار او هي اي دوت ار، خلاص. وطبعا لو الاي كونستنت بنقلب كل الكلام ده ونقول اي ار على طول، او اي دي، ما هي ار ودي اللي هي مسافه يعني. هو فكر كده، قال ان الالكتريك فيلد اللي ما بين البليتس وبعضها هو عباره عن في، فرق الجهد اللي ما بين البليتس وبعضها على السيبريشن. ده اللي انت فكرت فيه. طيب اسأل نفسك كده وخد بالك من حاجة، هو الفي في المسألة دي ثابت ولا اتغير؟ انا ما عنديش غير، ركز، لما السيبريشن دبلد، لما السيبريشن في المسألة اتغير، مفيش حاجة فضلت ثابتة غير الكيو، يعني السي طبعا اتغيرت والفي طبعا ايه هتتغير، الثابت الوحيد كيو. فانت اهملت هنا حاجة، انت خدت بالك ان الفي اتغيرت، بس ما خدتش بالك ان الفي اتغيرت نفس تغيير الدي بالظبط، فحافظولك ان الالكتريك فيلد فضل كونستنت يا احمد، بس يعني فكرت عن طريق البوتنشال وده كان كويس. فانا هسالك، حط يعني هسالكوا عموما، اني احسن بقى تفكر في الالكتريك فيلد باني قانون؟ تفكر بالالكتريك فيلد بالقانون ده، ايه رايكم؟ ولا بالقانون ده، انهي احسن؟ على اليمين صعب، خلينا في الشمال. طب ما لو كانت المسألة الباتري is connected، أنهي كان أسهل؟ اليمين أيوة، يبقى أنا، تبقى أيوة يبقى أنا كواحد عايز أحل المسألة بذكاء بشتغل دايما في القانون اللي فيه حاجة constant، اللي فيه حاجة ثابتة. يعني المسألة بتاعت دلوقتي الباتري removed، مين ال constant؟ كيو، فيبقى أسهل أشتغل بده خلاص، لأن أنا عارف إن الكيو ما حصلهاش حاجة، ولا الأريا ولا الإبسلون. طب لو كان في المسألة قال لك مثلا، يعني مثلا لو كان في المسألة قال لك الباتري is connected، يبقى أنا عارف إن الفي ثابت، ما دام الفي ثابت كنت هشتغل بالقانون ده. فساعتها بسهولة بقى تقدر تقول إيه؟ ما دام الفي ثابت ما أشغلش بالي بيه، السيبريشن دبلد، والله يبقى الفيلد بالنظر على طول قل مثلا يعني، خلاص. فأنت اشتغل بالقانون دايما اللي فيه حاجة ثابتة. طيب لو سمحت يا باشمهندس، قول لي، وانا ليه القانون بتاع الاي بتساوي سيجما على الابسلون نود ما ضربتوش في اتنين ان هما اتنين بليتس؟ لا ده ارجع للبروف بتاع المحاضرة، يعني صعب قوي ان ندخل فيه دلوقتي، انا خلاص بخلص الكاباسيتنس، بس عشان لما بتيجي تحسب الفيلد بتحسبه من ناحية واحدة من الآخر. طيب انا هسيب لكم في الفيديو بروبلم مثلا 3 مع 4 مع 5 مع 6، خلاص، 3 مع 4 مع 5 مع 6. وبرضو معلومة كده يعني مهمة، problem 6 و problem 5 و problem 4، خلاص، يعني لو في حاجة فيهم مستعصية عليك شوية ما تضايقش نفسك، يعني مش بالضرورة ان كل مسألة في البروبلم سيت يبقى هي دي اللي هتجيلك في الفاينل، او هي دي اللي في تركيز عليها في الأسئلة، لا، في احيانا مسائل بتبقى عايزه تفهمك حاجه ما اتاخدتش في المحاضره، يعني مكمله للمحاضره، خلاص. فيعني مثلا بروبلم 4 دي زي كده، عايز يركز معاك على البولاريتي، ان الكاباستور ده بوزيتيف نيجاتيف، لما جه يشحن كاباستور تاني شحنه نيجاتيف بوزيتيف، حاجه زي كده يعني. فدي بتبقى مساله عايزه توصل لك فكره جديده مكمله للمحاضره مثلا، خلاص، فممكن تاخد منك مجهود شويه. 5 حلنا شبهها قبل كده، بيقول لك لو حطينا الكترون ما بين البليتس هيحصل له ايه؟ طبعا هيتحرك. طب هيتحرك هيكتسب سرعة قد ايه؟ مسألة كاينيتك انرجي وبوتنشال انرجي انتوا متعودين عليه، وانا طبعا يعني شارحها لك بكلام وبتفاصيل اهو، فتقدر تقراها في البيت ومعاك الفيديو، اظن مش محتاجني في حاجة دلوقتي فيها. و6 يعني برضو تقدر تتفرج عليها من الفيديو. طيب نخلص بروبلم 7 وندخل على الار سي سيركتس على طول. بص بقى، فاضل حاجة احنا ما اتكلمناش فيها قوي، يعني اللي هي البيرميتيفيتي، اللي هي الابسلون. فيعني ممكن لضيق الوقت ايه هتكلم عنها سريعا كده.
بص يا جماعة، حط نفسك مكان الكارنت او الكيو، حط نفسك هنا كده دايما. انت ماشي جاي من الباتري، ماشي، ادي اول بليت بتاع الكاباستور، عايز توصل لتاني بليت، اضطريت تعدي في اول ماتيريال او اول داي الكتريك وبعد كده تعدي في تاني واحدة. يبقى يا شباب ايه رأيك، هقدر اعامل كل داي الكتريك منهم ان هم ان سيريس ولا ان بارال؟ سيريس طبعا. يلا نحسب سي 1 ويلا نحسب سي 2، وبما انهم سيريس مع بعض يبقى سي ايكويفالنت هي مين؟ هي البرودكت بتاعهم على السمشن، ضربهم على جمعهم. طبعا دي حالة خاصة من القانون ده يا جماعة، عشان محدش يسألني جت منين. مين زعلان؟ طيب سي 1، بصوا بقى، بصوا، اي رقم ابسلون بيديهولك معناه relative permittivity. يعني لو انا قلت لك الخشب مثلا، يعني الابسلون بتاعته ب3، ايه رايك ده معناه ايه؟ انا ما بديلكش ابسلون دايما، انا بدي لك حاجه اسمها relative ابسلون، يعني اكني بقول لك الخشب عنده 3 اضعاف permittivity الهواء، اللي هي دي اللي انتوا عارفينها. فيبقى انا دايما باجي بدي لك عرف، بدي لك في المساله دايما حاجه اسمها relative permittivity، واروح سايبك انت تضربها في مين؟ تضربها انت في ابسلون نود. طيب فتعال نقول سي 1 عنده بيرميتيفيتي كام بقى؟ عنده بيرميتيفيتي ابسلون 1، لازم نضربها في ابسلون نود الاول، في الاريا على الدي. طب الاريا اهي، انما الدي الراجل ده بيكستند منين لفين؟ الماتيريال الاولى واخده نص الدي بس، فاروح انا كاتب دي على 2. سي 2 ابسلون 2 ابسلون نود في الاريا برضو دي على 2. اجمع حل، هات سي ايكويفالنت لو كان معاك ارقام، خلص المساله. مين لغايه هنا عطلان شويه؟ طب بص لي الثانيه عشان تعطل. يلا حط نفسك مكان الكارنت او الكيو، قبلك هنا طريقين، يبقى دول بارل ولا سيريس؟ بارل طبعا بارلل، يبقى سي 1 وسي 2 بارلل. يبقى انا عايز اتعب واجيبهم بعد ما احسب سي 1 واحسب سي 2، اجمعهم مع بعض عشان اجيب سي ايكويفالنت، او اللي هي سي 1 بلس سي 2. طيب هجيب كل سي من دول ازاي؟ سي 1 هقول ابسلون 1 في ابسلون نود مين على مين؟ تعال نفكر فيه. وهنا ابسلون 2 ابسلون نود مين على مين؟ تعال نفكر فيه. هل الدي اتوزع اتقسم على 2؟ يعني هل المسافه اللي بين البليتس وبعضها، هل المسافة اللي بينهم اتقسمت لكل واحد مثلا دي على 2 ودي على 2 زي ما حصلت هنا؟ لا طبعا، كل داي الكتريك بيكستند من الابر لللور بليت، بيمتد واخد الدي كلها من الاخر، فاكتب هنا دي واكتب هنا دي، مفيش مشكلة. مين زعلان؟ طيب انما الاريا ايه رأيكم؟ هل الداي الكتريكس كانت بتشغل الاريا بتاعت البليت كلها زي المسألة دي، كل داي الكتريك بيكستند يمين وشمال واخد الاريا بتاعت البليت كاملة؟ لا، هنا كل داي الكتريك واخد نص الاريا بس، شايف؟ فاكتب اريا على 2 واكتب هنا اريا على 2 واجمع السيهات مع بعض لو معايا ارقام واخلص المسألة. في ناس هنا بتعطل فحاول ارسمها لك 3 دي من غير ما انت تسأل يعني، بس في ناس ممكن تكون عطلانة شوية، بنحاول نرسم الموضوع 3 دي كده شوية، ماشي؟ بس طبعا انا فاشل في الرسم خالص. فزي ما يكون ادي اول داي الكتريك اهو يا جماعه، خلاص بي اكستند بالشكل ده، وادي تاني داي الكتريك، والبليت نفسه فين؟ ده البليت، الابر بليت اهو، اوعى تنسى. طيب فانا هنا بسالك بقى، لما بتيجي تحسب السي مثلا بتاعه الداي الكتريك الاصفر، فبتقول الداي الكتريك الاصفر اهو عنده سيبريشن كام؟ عنده سيبريشن ما بين التو بليتس وبعضها، عنده سيبريشن دي، خلاص. انما بيشغل قد ايه من اريا البليت؟ ايه رايكم يا جماعه، بيشغل قد ايه من الاريا بتاعه البليت؟ صح، هو بيشغل من هنا لهنا، دي كده قد ايه؟ دي تعتبر كل اللي انا معلم لك عليها بالاحمر دي،
دي تعتبر قد ايه؟ دي نص الاريا بتاعت البليت يا جماعه، اوعى تتلخبط، نص الاريا بتاعت البليت. في حد لسه مش فاهم؟ طب انتوا سامعيني كويس ولا الصوت قطع ولا حصل ايه؟ لا لا تمام يا باشمهندس. طيب كويس قوي. ننقل بعد كده على الرسمه التانيه دي. هنا هقول سي ايكويفالنت ايكوال كام؟ على طول بقى حط نفسك بدل الكارنت. داخل لقيت فرعين، هنا سي 1 بارلل او بلس، بلس مين؟ الفرع الثاني. الفرع الثاني مشكلته ان هو اتنين ورا بعض، سي 2 سيريس مع سي 3، سي 2 سيريس مع سي 3. هتحسب كل واحد فيهم عوض بالارقام. طيب لما باجي احسب سي 1 بس ابسلون 1. نعم أول واحدة دي أنا مش مقتنع أوي إن إحنا نحسب اتنين كابستنس ورا بعض، لأن المفروض الكابستنس بيبقى فيه كوندكتور بعدين انسوليتور بعدين كوندكتور، أما هو هنا دي مش الحالة، هو كله اللي في النص ده انسوليتور، عايز ايه؟ انت يعني مش إحنا في عاجبك أول، القوانين كلها يعني؟ لا لا اللي في النص تمام. حكاية إن هو في اتنين داي إلكتريكس مختلفين الاتنين فوق بعض، ها فإحنا اعتبرنا إن في اتنين كاباسيتورز محطوطين سيريز، ماشي. المفروض الكاباسيتور بيبقى فيه كوندكتور وبعدين انسيوليتور وبعدين كوندكتور، مش شرط، أمال إيه؟ هقول لك على حاجة. هو من حيث المبدأ في إلكتريك فيلد ولا مفيش إلكتريك فيلد؟ في إلكتريك فيلد. صح، في هنا بوزيتيف تشارجز وفي هنا نيجاتيف، يبقى ده كده كاباسيتور وفي إلكتريك فيلد، بس مش الإلكتريك فيلد قانونه سيجما على إبسلون؟ تمام يبقى على طول ما دام الماتيريالز غير بعض يبقى الفيلد هنا خلاص غير الفيلد هنا تماما، صح ولا إيه؟ ما دام الفيلد متغير فبنبتدي نقول ايه؟ نقول مثلا يعني هنعتبر ده كده كاباسيتور عنده سي غير سي بتاع ده، منطقي لان هما عندهم ابسلونز مختلفة بس عندهم نفس تمام الكيو بالظبط. ليه عندهم نفس الكيو؟ لان البليت اللي فوق والبليت اللي تحت عليهم متراكم عليهم نفس الشحنات وما عندهمش نفس الفيلد، فبالتالي ما عندهمش نفس الفي، فبالتالي بنروح قايلين ان دول اكنهم تو كاباسيتورز مختلفين عن بعض تماما، اكنهم سي 1 وسي 2، نتيجه ان مش متخزن فيهم نفس الانرجي ولا جواهم نفس الفيلد، فبنضطر لازم ان احنا نفصلهم. وبعد كده بنشوف هل انا في طريقي مثلا عديت وراه يعني فيهم ورا بعض هما الاثنين ولا لا؟ اه حصل، يبقى ده سيريز كونكشن. بس في حاجه عايز اقولها يا جماعه، الكيو ما بتخترقش البارل بليتس خالص، يعني مفيش حاجة اسمها الكرنت. أنا كل ده بشرح ببسط لك، يعني لما بقول لك حط نفسك مكان الكرنت، هو الكرنت مش هيمشي هنا أصلا، الكرنت ما بيمشيش في الداي إلكتريك ولا بيمشي في الهواء، دي طريقة بس علشان أقدر أميز البارلل من السيريز مش أكتر. طيب يعني هقول لكم، أنتوا خدتوا في المحاضرة إزاي الكرنت ما بيمشيش في الهواء ولا لأ؟ انتوا عارفين الاوبريشن بتاعت الكاباسيتور شغاله ازاي ولا لا يا جماعه؟ في تشارجز بتتراكم على بليت فبتعمل بتشد التشارج بأوبزيت ساين على البليت التاني، فبيحصل ما بينهم اتراكشن فورس والكتريك فيلد. نفس اللي انت قلته بالظبط، صح. البطاريه دي عباره عن بوزيتيف تشارجز ونيجاتيف، فلما بتوصلها على كاباسيتور، الكاباسيتور عباره عن ايه؟ تو بليتس، كل بليت منهم يا جماعة اندر حاجة اسمها equilibrium، يعني يحتوي جواه الخير والشر من الآخر، جواه positive ونيجاتيف خلاص. فكل بليت منهم جواه positive ونيجاتيف، positive ونيجاتيف. الطرف الموجب بتاع البطارية ده هيسحب، هيشد ناحيته شوية الكترونات، هيشد الالكترونات دي من هنا، هيفضلوا ماشيين ماشيين، هيتشدوا ويروحوا هنا اهم، شايف؟ راحوا هنا اهم. البطارية ما ينفعش الكيو اللي جواها تتغير، فالتلاتة الكترونات اللي هي سحبتهم من فوق هم هتبعتهم من تحت خلاص، فيروحوا يتراكموا على البليت اللي هنا، راح تراكم عليه شحنات. فبنقول دلوقتي البليت الفوقاني الغالب عليه مين؟ بوزيتيف تشارجز، اكنه بوزيتيفلي تشارجد. البليت اللي تحت الغالب عليه او المسيطر عليه مين دلوقتي؟ النيجاتيف، اكنه نيجاتيفلي تشارجد.
انما مفيش حاجه اسمها اللي تشارجز بتمشي في الهواء من ده لده، مفيش حاجه اسمها كده. احنا بنشرحها كده علشان بس نبسط لك السيريس والبارلل مش اكتر. طيب دي اخر واحده يلا في الكاباسيتنس قبل الار سي، فيعني عايزين نحلها كده. سي 1 افتكر تاني احنا كنا بنعمل ايه، احنا هنا اهو سي 1 ايبسلون 1 ايبسلون نود كام على كام، ركز معايا كده. سي 1 واخده دي كلها بس واخده نص اريال بليت. حد مش فاهم؟ طب سي 2 ايبسلون 2، اوعى تنسى تضرب في ايبسلون نود. ها يلا سي 2 واخد نص الدي ونص الاريا، وكذلك سي 3 نص الدي ونص الاريا. يبقى هكتب اريا على 2 دي على 2 اريا على 2 دي على 2. طبعا انت بقى كنسل ال 2 مع ال 2 وعيش حياتك. في مشكلة يا جماعة؟ طيب كويس 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 كويس. في شوية بقى أسئلة اكسترا كده تقدر تبقى تحلها. خلاص ممكن مثلا ايه ناخد لنا كده بريك دقيقتين ولا حاجة، اللي عايز يغسل وشه او حاجة، ونرجع للار سي سيركتس على طول. خلاص بريك سريع كده يعني، خلي ودنك معانا. طيب يلا نرجع يا جماعة، ندخل على الار سي سيركتس. طيب انا هشرح لك الار سي سيركتس، او يعني هلخص لك القوانين اللي انا عايز احل بيها. واحنا بنحل على طول يعني، انا هدخل معاك على المسائل واشرح لك وانا بحل. طيب اول حاجة احب اراجع معاك شوية حاجات كده، استنى اتأكد من الريكوردينج. ماشي، اراجع معاك شوية حاجات انت عارفها من قبل كده، من اولى وتانية ثانوي كمان. لما بنيجي نعبر عن حاجة اسمها decay function او decay term، حاجة بتقل مع التايم، بنقول ايه؟ بنقول e power negative t. سيبك من التي على تاو، ده هشرح لك يعني ايه على تاو. e power negative t اهي، دي منظر حاجة في الماث بتبدأ من maximum value 1 تقعد تقل 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 مع التايم، تقل بشكل exponential او بتقل بشكل اوسي. خلاص طيب دي اسمها decay function او decay term، حاجة بتقل مع التايم. ايه موضوع e power negative t على تاو؟ تاو هو لحظة تايم عندها بتبقى ال value 0.37. لا خليني اشرح التاو كمان شوية احسن. طب ال growth term 1 minus e power negative t على تاو، دي حاجة بتبدأ من الصفر تقعد تزيد 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 exponentially لغاية ما توصل للماكسيمم فاليو بتاعتها وتثبت. ده كل ده كلام ماث او شغل ماث. تعال نشوف احنا هنحتاجه في ايه الكلام ده. بصوا يا جماعة، بيجي لك شكل السيركت، انت بتبتدي تفهم هي تشارجنج ولا ديس تشارجنج. نبدأ في اي مسألة كده، انا هسكيب الشرح بس يعني ما تقلقوش والله هشرحه لكم كويس ان شاء الله. يعني problem 7 switch S closed عند time 0 to begin charging an initially uncharged capacitor، مدي لك السي ومدي لك الار. طيب لما السويتش ده يتقفل يا جماعه، يبقى المساله دي مساله تشارجنج سيركت، دايره شحن للكاباستور. ليه؟ لان الباتري هتقعد تشحن 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 في الكاباستور لغايه ما يبقى في الاخر خالص مشحون على اخره. انا هاجي في كل مساله عايز اجيب قوانين لثلاث حاجات، كيو في اي. طيب واحدة واحدة مع بعضنا شباب. كيو اللي تشارجز اللي بتتراكم على الكاباسيتور كانت بكام في الأول؟ لو أنا عايز أرسم كده جراف للكيو، كيو كانت بكام في أول المسألة، أول ما وصلنا الكاباسيتور بالباتري، الكاباسيتور مشحون ولا كان فاضي؟ فاضي، بياخد وقت لغاية ما يشحن صح؟ يبقى هيقعد الكيو اللي على بليتس الكاباسيتور هتقعد تاخد وقت لغاية ما تزيد 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 لغاية ما تثبت. خلاص يبقى دي جروث ولا دي كي فانكشن؟ جروث. اي جروث فانكشن رياضيا بعبر عنها كده 1 ماينس اي باور نيجاتيف تي على تاو.
الفي يحصل له ايه؟ اوعى تنسى حاجة، ما في علاقة بتقول ان السي هو كيو على في، فطبعا السي ثابت، كل ما الكيو زادت كل ما الفي ماله زاد هو كمان بالتبعية على طول، يبقى الفي كمان جروث فانكشن. في حد زعلان؟ انهي في؟ على البليتس بتاعت الكاباسيتور، فرق الجهد اللي على بليتس الكاباسيتور. طيب واسألك برضو حاجة بالمرة، هو الفي يوم ما يزيد، يوم ما يعني ما يوصل اخره، يوم ما الفي بتاع الكاباسيتور اللي عمال بيشحن بيشحن، يوم ما يجيب الماكسيمم فاليو، بكام الماكسيمم فاليو بتاعته؟ في بي في باتري. الله ينور عليك، ده العلامة بتاعتها، ده الرمز بتاع في باتري. يبقى بنقول لما الكاباسيتور بيوصل ببطارية هو طمعان طمعان ياخد الفي بتاعتها، فبيقعد يشحن يشحن لغاية ما بعد عمر طويل يوصل لماكسيمم فاليو نفس الفي بتاع الباتري بالظبط، بنكتبه هنا. طيب يبقى انت فهمت ان الماكسيمم في اهو. طب الماكسيمم كيو بكام؟ ما انا دايما بقول ان كيو سي في، فلو عوضت حطيت اعلى في يبقى انا كده حسبت مين؟ اعلى كيو، يبقى الماكسيمم كيو بيتكتب هنا برضو. طيب الكارنت اللي في السيركت، وده شيء مهم جدا، الكارنت جروث ولا ديكي؟ بصوا يا جماعه، بصوا في بداية المسألة عند تايم زيرو بنعامل الكاباسيتور أكنه إيه دايما؟ الكاباسيتور اللي هو حرامي الشحنات، ما كانش سرق حاجة لسه، كان في حاله، ما كانش سرق أي حاجة لسه، فبنحط بدل الكاباسيتور شورت سيركت، سلكة. طب الكاباسيتور بيقعد يشحن 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 بعد عمر طويل، لو الكاباسيتور اتشحن على آخره عارفين بيقلب إيه؟ بيحلف ما يعدي كارنت، خلاص قفل، اتشحن على اخره بيحلف مش هيعدي كارنت تاني، فبيقلب اوبن سيركت، خلاص بيحلف ما بيعديش اي كارنت خالص. فانا اسالك سؤال بعد اللي انا لسه شارحه لك ده، الكارنت امتى كان ماكسيمم وامتى كان زيرو؟ اعلى كارنت، ايوه هنا اهو، اعلى كارنت كان بالشكل ده لما كان عند تايم زيرو. امتى الكارنت اتصفر؟ عند تايم انفينيتي كان الكارنت بزيرو، فبنقول الكارنت دي كي فانكشن، بنعبر عنها رياضيا اي باور نيجاتيف تي على تاو، وبنضرب هنا في الماكسيمم فاليو. يا ترى الماكسيمم كارنت بكام يا شطار؟ اعلى كارنت كان ماشي في الدايره كان الفي بتاع البطاريه على الار. ده اللي انا عايزك تعمله في كل مساله، تستنتج قانون للكيو مع الفي مع السي، ادي اول حاجه، تفكر مين فيهم جروث مين فيهم ديكي، وتفكر الماكسيمم فاليوز اللي تتكتب هنا دي بتاعت كل حاجه بكام، وتاني حاجه ما تنساش، تاني حاجه تدرس المساله عند تايم زيرو وعند تايم انفينيتي. ده اللي انا طالبه منك في كل مساله تعملها. طيب انا هنا بسالك عن التايم كونستنت اللي هو اسمه تاو، اللي انا ما شرحته لكش لسه، ما شرحتهوش. تاو بيتحسب بالايكويجن ده ار سيريس مالتبلايد وذ سي، ولسه هشرحه لك. ايه رايك هنا ار اللي في المساله بكام؟ 20، سي 15، اضرب ده في ده طلع لك تاو بكام؟ مش فاكر، تاو كانت ب 300 مايكرو سكند تقريبا. ركز بقى في اللي جاي، هو ده المهم، عايزين التايم كونستنت علشان البوتنشال اكروس ذا كاباسيتور. وقف وقف، بيسألك عن البوتنشال، يعني هو مش مهتم بكل الليلة دي خالص، هو مهتم بس بمين يا جماعة؟ ايه رأيكم؟ في ايكويجن واحد بس احنا مهتمين بيه، ايكويجن الفي، خلاص. هو بيسألك اهو، بيسألك عن البوتنشال اكروس ذا كاباسيتور، عايزين اللحظة، عايزين لحظة التايم اللي فيها البوتنشال اكروس ذا كاباستور هيساوي، هيساوي كام؟ ذا بوتنشال اكروس ذا ريزيستور. شباب ممكن اسألكوا سؤال؟ لو الفي بتاع الباتري، خلاص الفي بتاع الباتري ده العلامة بتاعته، في لحظة معينة، في لحظة معينة V across the capacitor بقى نفسه بالظبط V across the resistor، يبقى نصيب كل واحد فيهم قد ايه من ال V بتاعت الباتري؟
نص بس بس. بالظبط. فانا هروح كاتب هنا V across the capacitor في اللحظة اللي انت بتكلمني عنها دي، انا عارف كويس قوي ان هو V battery على كام؟ على 2. تاني خد بالك، ما احنا هنا يعني هنجيب V منين يعني؟ ما هو البوتنشال اللي فيكم ما خدش سيركتس قبل كده، خلاص؟ اي مسألة زي دي البوتنشال لو انت عندك 100 كومبوننت في السيركت يا سيدي، هنقول هنا في حاجة اسمها V across اول ريزيستور، وهنا في حاجة اسمها V across تاني ريزيستور، وهنا V across الكاباسيتور. بنقول ان لو جمعتهم مع بعض كلهم لازم هيدولك مين؟ V battery. فلو انا جيت قلت لك في لحظة هيبقوا التلاتة قد بعض، يبقى كل واحد فيهم بيساوي قد ايه بالظبط؟ كل واحد فيهم تلت في باتري. فدي نفس الحدوته. هنا المساله فيها تو كومبوننتس، لو الاثنين في كاباسيتور بقى قد في ريزيستور يبقى كل واحد فيهم ايكوال في على 2 بالظبط. يلا عايزين نحل ونجيب لحظه التايم، طير في مع في من الناحيتين، فبقى 1 ماينس اي باور نيجاتيف تي على تاو، تاو اللي هو 300 مايكرو اللي احنا لسه جايبينه، بتساوي هاف. شيفت سولف على الكالكليتر جيب التي على طول، شيفت سولف جيب التي يطلع 208 مايكرو سكند. مين ده؟ هو ده التايم اللي في سي بقى قد في ار بالظبط. طيب تاني تعال نحل 9. باشمهندس معلش، قول لي احنا كنا جبنا الماكسيمم فاليو اللي هو كان الحرف بقى لونه احمر ده منين؟ طب هعملها معاك تاني. حاضر، بص لي كده على سؤال رقم 9، ولا اقول لك بلاش 9 8، خليني اعيد لكم المساله تاني. سؤال 8 التابلت هيفصل يا باشمهندس، ايه؟ التابلت هيفصل. حاضر شكرا. ار سي سيركت، what fraction of the final energy is stored in initially uncharged capacitor؟ initially uncharged capacitor يبقى دي مساله شحن ولا تفريغ؟ كاباسيتور كان فاضي، كان فاضي خلاص، فيبقى اكيد احنا هنعمل ايه فيه؟ مش هنفضي اكتر يعني، هو فاضي فهنعمل ايه فيه بالظبط؟ وانت لو كملت قرايه هتلاقيه بيقول لك after being charging، يبقى دي مساله شحن. انت بتعمل ايه في اي مساله شحن على طول؟ يلا فكر، ثلاث حاجات عايزين نجيبهم في الاول خلاص، ولحظتين تايم عايزين ندرسهم. عايز اجيب ايكويجن للكيو وللفي وللاي سي، وعايز ارسم رسمه عند تايم زيرو ورسمه عند تايم انفينيتي. مطلوب منك حاجه تانية؟ لا، ده بس اللي انت بتعمله في اي مساله. طيب الكاباستور اللي كان فاضي خلاص، اللي كان فاضي هياخد وقت لغايه ما يتشحن، ماشي؟ يبقى الكيو جروث ولا ديكي؟ جروث. جروث، شطار. ادي الكاباستور عمال يتشحن، فيبقى ال Q growth بضرب في 1 minus e power negative t على tau. طب ال V، ما هو دايما ال Q هي C V صح؟ فكل ما ال Q ما يبقى growth معناها ان ال V كمان ماله؟ هيبقى growth، فهضرب هنا في 1 minus e power negative t على tau برضه. الوحيد اللي مختلف عنهم مين؟ ال current. ليه؟ افتكر ساعتها الرسمتين دول، هو عند تايم زيرو انا بعامل الكاباستور بحط ايه بداله؟ الكاباستور حرامي شحنات، عند تايم زيرو ما سرقش حاجه لسه، فبحط ايه بداله؟ زيه زي السلكه ولا ليه لازمه، شورت سيركت. عند تايم انفينيتي يا جماعه الكاباستور اتشحن على اخره، بيحلف مش هيعدي كارنت، فبنحط بداله ايه؟ اوبن سيركت، اكنه خلاص مانع مرور الكارنت. فانت ايه رايك، الكارنت جروث ولا ديكي؟ الكارنت طبعا ديكي، لانه في اول المساله كان ماكسيمم، في اخر المساله الكارنت كان كام؟ كان زيرو، يبقى دي حاجه بتموت، يبقى ده دي كي فانكشن. حد لغايه هنا زعلان؟ طيب يا ترى الماكسيمم فاليوز بكام اللي كان بيسالني؟ الماكسيمم فاليوز بكام عشان نكتبها هنا مع بعضنا؟ يلا ايه رايك؟ الكاباستور حرامي، حرامي شحنات، فهو عينه يوم ما يتشحن يوصل لفي كام؟ يوم ما يتشحن على اخره وعينه يوصل لمين؟ الباتري. شاطر، ساعتها معناها ان هو سرق شحنات قد ايه؟ عوض هنا يلا، معناها انه ساعتها سرق شحنات قد ايه؟ كيو ماكس هتبقى بكام؟ سي في في باتري، صح ولا ايه؟ طيب اللي مختلف عنهم بس
الكارنت، اعلى كارنت، اعلى كارنت اللي هو كان في اول المساله بكام؟ بفي على ار، لما ما كناش شايفين الكاباستور لسه، لما كان لسه شورت سيركت، لما كان لسه سلك. طيب في حد زعلان؟ كويس. تمام شكرا يا باشمهندس. بيسألك what fraction of the final energy؟ طب ما انا دي ما قلتلكمش عليها، انا ما قلتلكش اي حاجة عن الانرجي، بس انتوا شطار. هو قانون الانرجي ايكوال كام يا سيدي؟ خلينا نقول مثلا نص سي في سكويرد، نص سي، استلف الايكويجن بتاع الفي، يلا ناخد ده ونعمل له سكوير. فانت تقدر، انا خلاص شرحت لك وفهمتك الاسس، وانت تقدر تستنتج قانون للانرجي، مفيش مشكله. خد قرار، هو الانرجي جروث ولا ديكي؟ يعني لو حبيت ارسمها ارسم جروث ولا ارسم ديكي؟ مساله شحن يا اخوانا، شحن جروس طبعا جروث. بس جروس طب الماكسيمم انرجي بكام؟ اقول لك على سر. ابسولوت ايوه اقول لك على سر، عشان تجيب الماكسيمم فاليو دايما خلاص بتشطب البراكت اللي فيه الاي ده خالص، اي براكت فيه اي بتشطب، تجيب الماكسيمم كيو والماكسيمم في، ولو شطبت ده كمان اهو تجيب مين؟ الماكسيمم انرجي، اكسترا صح؟ طيب يبقى الماكسيمم انرجي بتاعتنا نص سي في سكوير، اقدر ادلعها واسميها يو ماكس. فيبقى دلوقتي اليو عند اي لحظه تايم ايكوال يو ماكس، خلاص انتوا عارفين مين يو ماكس ده، في 1 ماينس اي باور نيجاتيف تي على تاو سكوير. طيب بيقول لك ايه بعد 3 تايم كونستنتس يا ترى الانرجي وصلت كام؟ خلاص يعني انا اديت لك التايم، وقفتك هنا على التايم اكسس، قلت لك اقف هنا عند تايم كام؟ 3 تايم كونستنتس، يا ترى عند 3 تاو الانرجي وصلت ليو ماكس ولا وصلت كام في المية منها؟ ايه رأيكو؟ تعالى كده نجرب نعوض، نقول الانرجي عند تايم 3 تاو، يلا نحسبها سوا. هقول يو ماكس في 1 ماينس اي باور نيجاتيف، يلا عوض 3 تاو على تاو بالشكل ده، يبقى هتبقى ايكوال يو ماكس في 0.9، يبقى الإجابة 0.9. ايه معنى كده؟ معنى كده ان بعد مدة زمنية 3 تاو الكاباستور قاعد يشحن، وصل لكام؟ وصل ل 90% من الماكسيمم انرجي اللي كان يقدر يوصل لها، وابقى انا كده خلصت المسألة. طيب واحدة كمان، how long will it take charged 80 مايكرو فاراد كاباسيتور؟ خد بالك من الدخلة بتاعت السؤال، charged يعني هو أصلا مشحون، يبقى دي مسألة إيه؟ discharging. طيب ال discharging جميل جدا، ليه أسهل من ال charging؟ لأن كل حاجة فيه بتموت خلاص. discharging معناها كاباسيتور واصل بريزيستور، بس خد بالك الكاباسيتور مشحون، فيبقى هو اكنه ايه بالظبط يا جماعه؟ اكنه باتري خلاص، بس باتري مؤقته. يعني ايه؟ يعني هيقعد يفرغ التشارجز بتاعته في الريزيستور لغايه ما يخلص. طيب يلا نفس الخطوات، يلا نفس الخطوات مع بعضنا، عايزين نجيب كيو في اي، تعرفوا تجيبوها ولا لا؟ ايه رايك الكيو جروث ولا ديكي؟ ديكي. دي الفي ديكي الكارنت، ديكي كل حاجة ديكي، كل حاجة هتموت، شوية اللي تشارجز اللي الكاباستور فرحان بيهم شوية ويخلصوا، عامل نفسه بطارية عندها في شوية وما يبقاش بطارية ويبقى ولا ليه لازمة خلاص، شوية الكارنت اللي هو عمال يمشيه في السيركت شوية وما يبقاش قادر يمشيه، كل حاجة بتموت. حد مش فاهم الديستشارجنج؟ طب الماكسيمم فاليوز بكام؟ بص بقى، بص يعني لو انت ركزت في الطريقه اللي انا بحل بيها دايما، ايه اول حاجه بحب اجيب لها ماكسيمم فاليو؟ في. في. طب الماكسيمم فاليو بتاعت الكاباسيتور كام؟
CFQ. ايه؟ بص يا جماعة، بص. اللي هي الفي اللي كان ايوه، البطارية بتاعتها قبل ما يفصل. الله ينور عليك، صح. يعني عايز تقول ان الديسشارجنج بيعتمد على تاريخ مين؟ التشارجنج. الكاباسيتور ده لما اتشحن من شوية وصل لفي كام، صح ولا ايه؟ وصل لفي باتري كام؟ ده اللي احنا عايزين نقوله. بس هنا في مشكلة، مش بالضرورة خالص ان في ماكس يا شباب تبقى هي في باتري. مش بالضرورة واحنا بنشحن الكاباسيتور من شوية خلاص نبقى سيبنا له وقته يوصل للماكسيمم فاليو. لا، ده احنا ممكن نكون شحننا الكاباسيتور بس احنا بوخله شويه، شحناه شويه وفصلناه خلاص ما لحقش يوصل للماكسيمم فولتج بتاع الباتري. فبنكتب ايه؟ بنكتب ان هو بادئ بحاجه اسمها في نود وخلاص. ما اعرفش هل في نود اللي انا شحنته بيها من شويه سبته ياخد وقته وتوصل لفي باتري ولا لا. فبنقول الكاباسيتور كان مشحون على اخره، على اخره ده اللي هو مين؟ حاجه كده اسمها في نود وخلاص. وكيو بنحطه سي في نود. طب والكارنت اللي ماشي دلوقتي بكام؟ في نود على ار. خلاص؟ عارف لو انت حطيت بدل في نود في باتري ماشي يعني صح، بس معناها ان انت في حته كده صغيره مش فاهمها. طيب يلا نكمل. بسألك عن الانرجي، استنتج قانون للانرجي على طول، قول نص سي في سكويرد. ادي في سكويرد اهي. طب يا رجاله، الانرجي جروث ولا ديكي؟ طبعا ده كاباستور كان مشحون فهيقعد مع الوقت بيديستشارج، هيقعد مع الوقت بيفضي انرجي. الماكسيمم انرجي بكام عشان تجيب ماكسيمم؟ دايما داري الاي بايديك. ايوه، داري الاي كده بايديك، يبقى الماكسيمم هي مين؟ هي كل ده. خلاص، احيانا ما بنسميوش ماكسيمم، بنسميه انيشيال، لان اليو زي ما انتوا قلتوا ديكي، فبنقول ان هي كانت ماكسيمم امتى؟ في الاول، فبنسميه احيانا يو نود براحتنا، يعني سميه ماكس يو نود براحتك. فهقول اليو عند اي لحظه تايم هي يو ماكس في اي باور نيجاتيف تي 2 تي على تاو. لغايه هنا حد عنده سؤال؟ يلا نعوض بالارقام. هاو لونج ويل ات تيك charged 80 مايكرو فراد كاباسيتور، انا معايا السي اهو، to lose 20%. طبعا لما هو يخسر 20% يعني بقى له قد ايه؟ يعني عنده يوب كام دلوقتي؟ ب 80% of its initial energy، من ال initial energy اللي هو كان بادئ بيها. خلاص؟ يبقى انا يو عند لحظة تايم، السؤال ده مختلف عن اللي قبله، اللي قبله انا اديت لك التايم وقلت لك احسب اليو. لا، أنا المرة دي بقول لك اليو خسرت 20%، يعني بقت بكام؟ بقت ب 80% من اليو ماكس. فبسألك يا ترى ده حصل إمتى؟ عند تايم كام؟ عوض كده، قول نيجاتيف 2 تي على تاو، طبعًا تاو معاك، تاو اللي هي ار سي، ار سي. طير يو ماكس من الناحيتين سوا، حل الإيكويجن ده، شوف التايم يطلع كام. شكرًا، خلصت. في حد زعلان؟ تاني واحدة كمان. هنا ده سؤال للطالب الغلبان. خد التو كاباسترز دول بارل من غير ما تقرا السؤال اصلا، خدهم بارل مع بعض. خلاص، بارل يعني اجمع 15 مع 20 بكام؟ 35. بعد كده قال لك ان هما الاثنين كانوا تشارجد ل 45 فولت، يعني عليهم كده في ايكوال كام؟ 45. How long after closing the switch؟ اقفل السويتش. طب لما انا قفلت السويتش، ما هو دول سيريس، طب ما نجمعهم مع بعض، ما نقول 50 و30، يعني الار بكام؟ 80. ايه لازمه يعني ان هما اتنين سيبريت عن بعضهم؟ اجمع الريزيستورز مع بعضها. خلاص، How long يعني بعد تايم قد ايه البوتنشال اكروس ايتش كاباسيتور هيقل ويبقى 10، وساعتها الكارنت بكام؟ At that time what will be the current؟ قبل ما احل شباب، حد مش فاهم الريدكشن اللي انا عملته، الاختصار اللي انا عملته؟ طيب كويس،
يلا عايزين نحل دي، مسألة شحن ولا تفريغ، تشارجنج ولا ديسشارجنج، ايه رأيكم؟ discharge طبعا right ديسشارجنج، الكاباستور كان مشحون اصلا بدليل ان كان عليه في، بدليل ان كان عامل نفسه ايه، بطارية، فهو كان مشحون. ما دام كان مشحون اكتب لي ايكويجن للفي. يلا هتقول ان الفي ايكوال كام، ركزوا، الفي ايكوال كام، دي كي فانكشن، ما هو مع الوقت هتقل، اي باور نيجاتيف تي على تاو، الماكسيمم فاليو بكام، بادئه بكام، 45 فورت، انت قلت ايه؟ 45 45 ايوه صح، شاطر شاطر، انا سمعتها 70 كنت ازعل منك قوي، مش 45. هلا طيب امتى توصل لل10؟ تعال نشوف، حط الفي ب10، تعال نشوف حصل ده عند تايم كام. هعطل بس في التاو، التاو معانا ار في سي، حل، هات التايم، هلاقي ان الفي وصلت 10 في تايم قد ايه، في 4.21 مللي سكند. في حد زعلان؟ يا ترى what will be the current at that time، ال current بكام دلوقتي، ايه رأيكم؟ الموضوع سهل يعني، ما تتغفلوش، الكارنت بكام؟ شاطرة، بالظبط 45 بالظبط، مش الكاباستور دلوقتي، الكاباستور عامل نفسه بطارية، عندها في كام دلوقتي؟ في 10 خلاص، وده ريزيستور 80، يبقى في اللحظة دي، في اللحظة اللي الكاباستور عامل نفسه بطارية بفي 10، ممشي كارنت كام؟ في على ار. في حد فكر في طريقة تانية؟ كنت اقول هناخد 45 over 80 ونحط نعوض بالتي، يعني شاطر، هي تعال نجرب، مختلفة. تعال نجيب ايكويجن للاي ات اني تايم، خلاص الاي جروث ولا ديكاي يا جماعه؟ decay طبعا طبعا اي مساله ديستشارجنج كلها ديكاي. طب الماكسيمم فاليو بتاعت الاي بكام اول المساله لما كان الكاباستور على اخره؟ 45 على 80. ايوه كانت 45 على 80. انا بقى بقول لك احسب لي الكارنت عند لحظه تايم انت لسه جايبها من شويه، فهتقول 45 على 80 في اي باور نيجاتيف التايم اللي انت لسه جايبه 4.21. خلاص تعوض بقى بالارقام، مساله تعويض بالارقام سهله يعني، 4.21 مللي على تاو، عوض، احسب الكارنت في اللحظه دي بكام. خلاص بس انت حتى لو جيت تحل بالطريقه دي هتلاقي ان انت لما جيت تعرف الماكسيمم كارنت رحت عامل في على ار، فبينك وبين نفسك هتروح قايل ايه الغباء ده، طب ما انا معايا الفي دلوقتي، في على ار برضو، شكرا خلصتها. صح ولا ايه يا جماعه؟ تمام يا طيب باشمهندس، زهقتوا ولا ناخد واحده كمان؟ ها كمان يا باشمهندس. طيب ماشي، انا عايز اقول لكم التاو، ماشي خليني اقول لكم التاو في مساله. بصوا المسألة دي، دي مسألة فاينل، both switches switched off، يعني ما كانوش واصلين عند time zero، أول switch S1 is on for 15 seconds، S1 وصل لمدة 15 ثانية، دي دلوقتي كده دايرة شحن ولا تفريغ؟ شحن طيب انا هفضي السبيس ده معلش يا جماعة عشان بس اعرف انا حل، بس يعني هبقول لكم هو عايز ايه بالظبط. زي ما انتوا قلتوا بالظبط، دي كده دايرة شحن. والجراف بيرسم لك في كاباسيتور مع التايم، مدي لك شويه جيفنز، مدي لك سي بتاعت الكاباستور، ومدي لك التشارجنج تايم كونستنت تاو 10 ثواني. بص اول حاجه خالص سالك عليها، فايند R1، شباب شباب التشارجنج تايم كونستنت اللي هو مديهوني، يعني ايه تشارجنج تايم كونستنت؟ انا لسه موري لك الفورميولا بتاعته، التايم كونستنت قانونه مين؟ ار سيريس مضروب في مين؟ سي، يعني من بالبلدي كده وانت بتشحن
الكارنت اللي خرج بالبطارية بيعدي بأنهي ار عشان يوصل للكاباستور؟ عدى بأنهي ار؟ ار1. فهقول ان التايم كونستنت التان ده عبارة عن ار1 مضروب في السي اللي هي معايا 20 مايكرو. حليت جبت ار1. مين زعلان؟ كويس، يبقى انا كده قدرت احل واجيب ار1. هيطلع بكام؟ هيطلع بكام؟ 0.5 ميجا اوم. السؤال اللي بعده، فايند في باتري. خلاص طبعا انت يا ابو العريف هتروح قايل ايه؟ ايه العبط ده؟ ما باينه، ما انا قعدت اشحن 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 لغايه ما وصلت لفي 10، والباشمهندس كان قايل لنا حاجه ان الكاباسيتور وهو بيتشحن بيبقى طمعان وعينه على الباتري، يعني يوم ما يتشحن على اخره بيوصل انه بقى فيه هنا الفي بتاعت الباتري، يبقى في باتري بتن. ايه رايكم في الكلام ده؟ غلط، لان انا سبته 15 ثانية مش لحد ما تشحن شاطر. انا لما قلت لك عينه على مين دي كنت اقصد ايه؟ كنت اقصد لو انت سيادتك عايز تكتب قانون للتشارجنج، تيجوا نكتب مع بعضنا قانون للتشارجنج. هقول الفي ايكوال طبعا جروث فانكشن، فهقول 1 ماينس اي باور نيجاتيف تي على تاو، تاو ب 10، هو اللي قايل لي في المساله تاو ب 10. هكتب هنا في ماكس بكام يا جماعه؟ ايه رايكم؟ وانت بتشحن خلاص الكاباستور نفسه يوصل لمين؟ عينه على مين؟ عينه على الباتري، صح ولا ايه؟ طيب يبقى دي الماكسيمم فاليو فعلا، بس انت ما سبتلوش وقت كافي يوصل لها، يعني هو لو عليه كان عايز يكمل كده ويوصل لفي باتري، انت ما سبتلوش وقت كامل يوصل لها، انت وقفته خلاص بعد 15 ثانية. فهنعمل حركة حلوة قوي، هنروح قايلين تعال ناخد أي نقطة نعوض بيها، تعال ناخد أي نقطة نعوض بيها. نقول عند تايم 10، سوري عند تايم 15 الفي كان بكام؟ الفي كان ب 10. فهروح أنا قايل الفي أهي كانت ب 10 عند تايم 15، شيفت سولف جبت في باتري طلعت ب 12. شكرا خلصت. طب طريقة تانية، طريقة تانية، طريقة معتمدة على التاو، خدته في المحاضرة موضوع ال 63% وال 37%، صح؟ خليني أنا أقولها لك، خليني أنا أقولها لك تاني برضه، عشان يعني في حد ممكن يكون ناسيها، أو في حد ممكن يكون ما حضرش المحاضرة كان عنده ظرف ولا حاجة. بصوا يا جماعة، ده كده تشارجنج جراف، تقدر تجاوبني تقول لي امتى بيوصل للماكسيمم فاليو؟ يعني لو انا رسمت لك اي جراف بالشكل ده، جراف شحن الماكسيمم فاليو قلنا هي 12 اهي مثلا، امتى بتوصل لل 12 ماثيماتيكالي رياضيا؟ امتى؟ انفينيتي انفينيتي عند تايم انفينيتي. خلاص طيب في رقم بيهمنا جدا، في لحظة تايم معينة اسمها تاو مهمة جدا. ليه مهمة يا جماعة؟ عشان عندها ببقى أنا شحنت كام في المية من ال 12، شحنت كام في المية من الماكسيمم فاليو ديت؟ 63%. خلاص فدايما دايما معروف، معروفة إن عند تايم تاو الرقم اللي هنا ده بيمثل 63% من الماكسيمم. تعالى كده نشوف انا ممكن احل بالطريقه دي ازاي. بصوا معايا، بصوا معايا، هو تاو بكام في المساله اللي هو اداها لك؟ هو تاو بس بكام؟ سؤال اتفضلي، انت بتقولي سؤال ولا بتجاوبي؟ في حد اتكلم؟ في واحده اتكلمت، مين؟ طب خلاص لو سمحت يا باشمهندس، اشمعنى 63%؟ هقول لك ليه. شايف الايكويجن ده يا ابن الناس اللي انا كاتبه تحت اهو، بس نكتبه فوق تاني، شايف ده؟ ها، عوض حط بدل التايم تاو اي باور نيجاتيف 1 بكام؟ اي باور نيجاتيف 1 احسبها على الكالكوليتر ب 0.37، 1 ماينس 0.37 بكام؟
4.63. فبنقول لو انت معوض او واقف بتايم تاو، شايف اهو عند تايم تاو بيطلع لك قد ايه الفي ساعتها بكام؟ ب 63% من الماكسيمم فاليو. واصله؟ تمام. تمام ولا بتسكتني وخلاص؟ لا لا تمام. طيب فنيجي هنا بقى بناء على الفكره اللي انا لسه قايلها لك، هنعمل ايه بناء على الفكره اللي انا لسه قايلها لكم حالا؟ هنعمل ايه؟ هنقول انا ما اعرفش الماكسيمم فاليو بكام، انا ما اعرفش الباتري الماكسيمم فاليو اللي انا عايز اوصل لها دي ما اعرفش هي بكام، بس انا عارف التاو، التاو ب 10. خلاص فهقول ايه بقى؟ اقف عند التاو ده، يلا الفي هنا بكام يا شطار؟ الفي هنا ب 8. انت فاهم وانا فاهم ان الايد دي 8 دي بتمثل كام في المية من الماكسيمم؟ بتمثل 63% من الماكسيمم. شكرا. يبقى الماكسيمم ايكوال كام؟ 8 على 0.63 يطلع 12. فدي طريقة تانية ان انت تقف عند التاو وتقول الرقم ده بيمثل 63% من الماكسيمم فولت بتاع البطارية. صعبة؟ والله أنا بس عايزة أسأل سؤال. انت اللي كنت بتسألي من هو شوية احنا واختفيتي صح؟ طيب قول. كان في بس مشكلة في الانترنت. مفيش مشكلة. هو دلوقتي لما بنيجي نكتب ال equation of increasing لل voltage لل VC، أما بنيجي نكتب ال maximum ليه بنحطها على طول ان هي البطارية؟ مش أنا المفروض أحطها اللي هي كانت وصلت 10 20، اللي هي ال maximum amount اللي وصل لها الكاباسيتور؟ يعني انت تحطي الماكسيمم في، الماكسيمم في تروحي حاطه سي يعني؟ لا طبعا. لا سوري، يعني احط 10 بدل الباتري. هو طموحه كانت 10 ولا احنا بس اللي ايه اللي احبطناه؟ احنا اللي وقفناه صح؟ من الاخر كده بتحطي الطموح اللي الكباسيتور نفسه يوصل له، فاهمه؟ يعني ادي الايكويجن تاني، تعالي نكتب الايكويجن تاني مع بعضنا بتاع التشارجنج. يلا مع بعضنا اهو، في كاباسيتور از ا فانكشن اوف تايم ايكوال طموحه نفسه يوصل لمين؟ واصل هنا هو في السيركت دي، واصل بمين ونفسه يوصل لها؟ ايه رأيك؟ سوري، بس دي اللي نفسه يوصل لها، انا بحط هنا طموحه اللي نفسه يوصل له. خلاص في 1 ماينس اي باور نيجاتيف تي على تاو. طيب شكرا. العفو على ايه. السؤال اللي جاي بقى، تعرف تكتب لي ايكويشن للديسشارجنج؟ وده صعب. خلاص عايزين نكتب ايكويشن للفي بتاعت الديسشارجنج. اولا الجزء اللي انت تلم بيه درجه على طول سهل، ايه رايك؟ جروث ولا ديكي؟ ديكي. طب طبعا الديسشارجنج بيحصل امتى؟ لو قفلنا سويتش 2 ده، لو ده اتقفل فاحنا نقلنا للجزء ده من السيركت، احنا بقينا دلوقتي هنا بقينا ديسشارجنج يا جماعه. خلاص لما بنقفل S2 ده كده S1 اتفتح و S2 بيتقفل، هو اللي بيقول لي كده في المساله، انا كده ديسشارجنج، فبقول ده دي كي فانكشن. بس طبعا خدوا بالكو تاو اختلف. ليه تاو اختلف؟ لان وانا دلوقتي في الديسشارجنج بديسشارج في ار تانية خالص، فهنكتب تاو دلوقتي هو عباره عن R2 مضروب في السي. طيب الماكسيمم فاليو احط كام؟ اقصى حاجه انا وصلت لها. لعيب لعيب، اقصى حاجه انا وصلت لها. ليه؟ جراف الديسشارجنج ابتدى منين؟ جراف الديسشارجنج ابتدى من هنا صح؟ ده الفي اللي الكاباستور اتشحنه، فهو ده اللي يبدا يفرغ منه، ده جراف الديسشارجنج اهو بيبدا من هنا، فده الفي اللي الكاباستور وصل له اهو، فده اللي بنبدا منه. يعني في الديسشارجنج ماليش دعوه انه لما كان بيتشحن كان نفسه يوصل لفي باتري، ما هو ما تنيلش وصل يعني. لما كان بيتشحن كان نفسه يوصل لفي باتري صح، لما بنيجي بقى نديسشارج ما هو ما وصلهاش، اشتغل بيها ليه؟ ببدا باللي انا الفي اللي انا كنت بادئ بيه، ببدا بالتن. خلاص وده منطقي حتى علشان لو دلوقتي عوضنا حطينا تايم 0 تطلع لك ان الفي ب 10، منطقي عند تايم 0 الفي ب 10، لما ابتدينا نفرغ كانت الفي ب 10 بس. طيب امتى يا شباب
لو قلت لك مثلا عايزين نجيب تاو 2، خلاص هو ده سؤال فاينل عنيف شوية انا عارف، عايزين نجيب تاو 2، تعرفوا تجيبوا تاو 2 ولا لا؟ بصوا بقى، تاو 2 اللي هو بتاع الديستشارجنج، ركز معايا ركز معايا في اللي انا قلته. في حالة التشارجنج، يعني ايه تاو؟ لسه شارحها. يعني ايه تاو؟ دي لحظة التايم، خلاص دي لحظة التايم اللي انا وصلت فيها كام في المية من الماكسيمم فاليو؟ 63% من الماكسيمم فاليو اللي كنت عايز اوصل لها هنا اهي، خلاص. طب في حالة الديستشارجنج تعريف التاو مختلف شوية. في حالة الديستشارجنج تاو هي مين بقى؟ هي لحظة التايم، خد بالك خد بالك، هي لحظة التايم اللي عندها خسرت 63%، خسرت 63. يعني هنا الفي هيبقى بكام؟ ب 37% من الماكسيمم فاليو اللي هو بادئ بيه. يبقى التاو تعريفها خلاص هو ثابت، بس يعني احنا بنتحايل عليه شوية، بنقول ان هو في الشحن غير التفريغ. يعني واحنا بنشحن، يعني ايه تاو واحنا بنشحن؟ يعني التايم اللي هناخده عشان نوصل ل 63% من الماكسيمم تشارج او من الماكسيمم في. طب واحنا بنفرغ عشان نفقد الرقم ده، ايوه، يعني يبقى لنا كام على الجراف؟ يبقى لنا 37%. خلاص، فانا هعمل معاكم حركه حلوه قوي. في الديستشارجنج في ماكس بكام؟ بصوا على الجراف يلا، بصوا وما تشغلوش بالكم بده، ما تشغلوش بالكم بالتشارجنج، ماليش دعوه بيه. يلا، في ماكس بكام اللي انا بادئ بيها دلوقتي، بادئ افرغ منها بكام؟ 10 10. طيب 37% منها يعني كام؟ 3.7. تعالى عند 3.7 بالحب كده، بالحب كده اهو، خلاص كده. هو الامتحان في اخر السنه فيه بالحب؟ اه فيه بالحب عادي، مفيش مشكله. هنا عند 3.7 اهو بالحب، شوف ده حصل عند تايم كام، خلاص بالحب بقى. فاحنا قلنا ال 3.7 دي وصلنا لها عند تايم كام؟ انا هقول 21. حد عايز يقول حاجه تانية؟ ماشي مفيش مشكله، فانا هقول عند تايم 21، خلاص كده. طب ده تايم 21 يبقى تاو بكام؟ ما هي تاو بتتقاس من هنا، من لحظه الصفر، من اول ما ابتديت افرغ. فيبقى تاو بكام؟ من 15 ل 21، يبقى تاو بكام؟ 6. فالإجابة تاو 2 equal 6، بس كده. طيب في حد زعلان يا جماعة؟ الموديل انسر في آخر السنة ما بيبقاش 6، الموديل انسر بيبقى مكتوب من 4 ل 7، باعتبار ان انت ايه، ما احنا قلنا هنعملها بالحب، بس يعني بالحب عندي غير بالحب عندك، في واحد ايده فرطه شويه، فممكن ايه يجي في الحركه اللي هنا دي، روح قايل ادي 3.7 اهي، خلاص مثلا اهي، هنا 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 اهي كده نزل كده، فهو بالنسبه له شاف انه نزل عند ال 20، فتبقى التاو بخمسه، مفيش مشكله، من 4 ل 7 اكسبتد، مفيش مشكله. اه يعني اظن انا كده حليت معاكم في الار سي شويه حاجات حلوه، فيا رب يكون الموضوع ايه احسن بالنسبه لكم، وقابلكم بقى المره الجايه ان شاء الله. اتفق مع حسين، احنا الاسبوع الجاي ميعادنا، فان شاء الله المره الجايه ناخد تشابتر 1 اللي هو الماجنتيك فورس. اشوفكم على خير، وجود لك الفتره المضغوطه اللي احنا فيها دي يا جماعه. حد عنده سؤال في اي حاجه؟ اوكي، باي باي.